أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في كتب التفسير التالية؟ يقول: ما رأي سماحتكم في كتب التفسير التالية: زاد المسير لابن الجوزي. هذا طيب، زاد المسير ملخص للتفاسير، ويقول أني لخصته لأجل أن يحفظ، وعشرة مجلدات إن كان فيكم همة، هو لخصه لكم لتحفظوا 10 مجلدات. أتى بأقوال مجردة، الأقوال في الآية قيل كذا قيل كذا قيل كذا، من أجل أن تلم بأقوال المفسرين. يقول أحسن الله إليكم: فتح القدير للشوكاني. طيب في الجملة، وهو ينقل أحيانا عن المعتزلة وعن غيرهم أقوالا باطلة في الأسماء والصفات، تأويلات ولا يعقب عليها رحمه الله، فهذا خطأ بلا شك. نعم، اللي يقرأه يظن أن الشوكاني يرى هذا الرأي، فالخطأ جاء من أنه لم يعقب عليها. نعم، يقول أحسن الله إنه ساقها ولم يعقب عليها، فيظن أن هذا رأيه. نعم. تفسير الجلالين. الجلالين من تفاسير الأشاعرة في الأسماء والصفات، ولكنه الجملة طيب، كان مقررا في المعاهد العلمية على وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، قرأناه حفظنا المقرر منه، وهو كتاب جيد، لكن في الأسماء والصفات هو على مذهب الأشاعرة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: صفوة التفاسير للصابوني. هذا مجمع، هذا مجمع، ما هو بصفوة، أنا أسميه هفوة التفاسير، ما هو بصفوة التفاسير، ما هو الصفوة، بل هو كدر فيها أقوال شنيعة. نعم. فتح البيان للصديق حسن خان. لا بأس به في الجملة. نعم، صفوة الإيه؟ فتح البيان. فتح البيان للصديق صديق حسن خان القنوجي، كذلك هو يجمع، وهو قريب من الشوكاني، هو قريب من الشوكاني، بل إنه متأثر بالشوكاني لأنهما متعاصران، فهو متأثر بمؤلفات الشوكاني. نعم.